القمر دول ولعينك، قلبي بيسألني عليك. عفتو اليوم البنات، مشيت طليت فراسي، دلعت نفسي، يا سلام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم مشيت خديت صباح ديالي، قلت اليوم شيماء غادي تمشي تهلاي فراسك. مشيت درت مانيكور، درت مساج، درت بيديكور، قديت الحاله، قديت الشعر، درت لو سوان، صايبت الوجيه، مشيت درت لو سوان ايدغا فاسيال. راه ماشي اول مره كنشاركو معاكم، الا رجعتوا لي فيديو القدام غادي تلقاوني فايته مشاركه معاكم. انا ديما كنقول لكم البنات، كيف ما كتهلاي في كوزينتك وفي دارك، تهلاي في راسك وفي راجلك. ما كنتهلاوش غير في حاجه وحده، ولكن كل حاجه كنعطيوها وقتها وكل حاجه كنعطيوها حقها. على قد ما تهليتي في راسك، على قد ما غادي تكوني كتبغي راسك، وعلى قد ما كنتي كتبغي راسك، على قد ما غادي تكوني مرتاحه ومتصالحه مع راسك ومتصالحه مع الناس كلهم. واخا ما عرفت شنو يديروا لك هاد الناس هادو، انتي كتكوني كتبغي راسك، يكون عندك واحد لامور كبير لراسك، كتكوني عايشه واحد السعاده غير مع راسك. مهم اليوم مشيت قديت الضفيرات، نقيتهم، راكم عارفين مع التمارة وشقا، واخا انا كنشقى بالليكات وكلشي، ضروري الضفيرات ديالنا كيتكرفصوا. قديتهم، درت مساج لذاتي، درت لهم غوماج، ومن بعد درت لو سوان ايدغا فاسيال، ودرت لا راديو فريكونس على ود هاد لابارتي هادي، باش كتستيموليك لا كولاجين وهذا لي موسكل، كلشي كيوقف، ما كتحسوش بوجهي مبدل. جاوبوني بصراحه، حيت انا هانتوما راه ما دايره حتى شي حاجه من غير داك البينيتات بوحديتو هو اللي دايره، ما دايره لا اكرون لا فون دو تا. قولوا تبارك الله عافاكم، ما دايره حتى شي حاجه، ودرت لا بودغ دغيا باش ما نطلش عليكم الصفرا، حيت الوجه كيكون شويه صفر. سينو بالنسبه لي زيتاب كاملين ديال لو سوان ايدغا فاسيال راني خليتهم لكم في انستغرام. ودابا غادي ندوزو على بركه الله، بعدا نقول لكم شنو هو هذا لو سوان، حيت كاين ربما لا كان شي حد ما فهموش. انا جو بريفير انني نمشي ندير سوان ايدغا فاسيال بواحد 300 400 500 600 درهم، على انني نمشي نشري فون دو تان داير 700 درهم باش نخبي به العيوب. انا كنبغي نعالج العيوب ديالتي، باش حتى الا بغيت بحال هكا بغيت نخرج، انا ما كنديرش فون دو تان، انا كندير ليكرون فقط، هو اللي كندير. ما نقدرش نبقى ندير كل نهار كل نهار كل نهار فون دو تان، عرفتي الوجه كيولي الوجه كيتكرفص. لو سوان ايدغا فاسيال كيجي بوغ ايدغاتي، بوغ نيتوايي بروفونديمون دوك المسام اللي كيكونوا عندنا في الوجه، وكيعطي واحد ليكلو اللي كيكون بحال هكا، كيكون خطير وجهك ما داير له لا فون دو تان حتى شي حاجه، وكيبان فيه واحد ليكلو غزال. و اون بلوس درت لا راديو ثيرابي باش نستيمولي لي ميسكل، كيف ما قلت لكم العضلات ديال الوجه ديالي باش تجبد وتوقد بلا ما ندير لا بوتوكس لا كولاجين. والناس اللي دايرين، الناس اللي دايرين البوتوكس ودايرين الفيلر راه ما كيقدوش يديروا هذا الشيء هذا، حيت ديما كتقولوا لي دايره الفيلر، انا ما دايره لا فيلر لا حتى شي حاجه، حيت الناس اللي كيكونوا دايرين هذا الشيء ما كيقدوش يديروا هاد لي ماساج. المهم درت لا راديو فريكونس باش نستيمولي لي ميسكل ديال وجهي باش يتليفطا يطلع واحد شويه، و اون بلوس باش نزيد نعاونو يخرج ديك لا كولاجين بكثره، وداروا لي لاسيد هيالورونيك بوغ ليميتي لي غيد. هادشي اللي كاين، هادشي اللي درت. دابا غادي ندوزو باذن الله انا وياكم باش تعرفوا راه تقديت تهلاي في راسك وتجي لدارك وتصايبي فطورك وتحطي الطبيله متيوله مقاده، وتكوني متيه متيوله ومقاده، ها اللي مقابله الكوزينه، ها اللي الاكفه رمضان كله وريحه البصله وريحه اختي، راكي قبل ما تديها في راجلك ديها في راسك بعدا نتيا، يا عاد باش داك الراجل حتى هو تهلاي فيه. المهم ما علينا، دابا غادي ندوز ان شاء الله باذن الله نوجد انا وياكم واحد الطايله يا لاله مولاتي دايزها الكلام. شوفوا خفا زربا ما غاديش نتعطلوا فيها، غادي تكون بالكروفيت وبشويه ديال الكالامار وبشويه ديال ستر ديال الدجاج، شويه 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 من كل حاجه. دابا غادي ندوزو على بركه الله نوجد انا وياكم الطايله ديالنا. غادي نقول لكم هيا بنا.
حكيت مطيشه وغادي نحك نزيد عليها 3 دريسات ديال الثومه. وجدت كلشي لي زانغريديون ديالي كاملين. هنايا الطبسيل درت فيه فلفله خضراء وحمراء مقطعين مربعات، والبصله مشلضه، والجلبانه. انا هذه هي الخضره اللي كندير في البايله، ما كندير فيها لا قرعه لا خيزو. بغيتو ديروهم ديروهم. وبالنسبه للحوت عندي شويه ديال الكالامار، شويه ديال صدر ديال الدجاج، ولا ديال الحوت اللي الابيض اللي بغيتو اللي موجود عندكم ديروه. وهنا عندي شويه ديال لي كروفيت. وخديت هنا مطيشه ونص مع جوج ثلاثه دريسات ديال الثومه حكيتهم. دابا غادي ندوزو نوجدو بايله ديال. اول حاجه كندير انا كناخذ كنور، كنستعمل كنور، اللي ما بغاش يستعملها ما يستعملهاش. المهم كنستعملها باش كنوجد المرق ديال السمك. هنا عندي القشور ديال لي كروفيت، كنزيد عليهم كنوره، هاد اترو ديال الماء، وكنخليهم يغلاو ليا مع بعضياتهم حتى كيطلق داك الكنور وكيطلق داك الكروفيت وكيولي عندي مرق السمك. انا غنديرو هنا. دابا غادي ندوز نبدا كنطيب. غادي نطيبها كامله بزيت العود، حيت بايلا كتبغي زيت العود بزاف باش كتجي بنينه. اول حاجه غادي نبدا بها هي الكالامار، غنصوطيه. واي حاجه غادي نصوطي غنزيد عليها رشيشه ديال الملحه باش تجيني هي هذيك في الملحه. هذا ثم غادي نصوطهم. هادو اصلا كيكونوا طايبين نص طايبه بحال هاد الكالامار. غادي غير نخليهم في ديك لاصوص نيت. نفس الحاجه غندير الصدر ديال الدجاج. هانتوما الدجاج ديالي حتى هو صافي صافي. غادي نحيدو، نزيد الخضره كامله، غنشحرها مزيان حتى هي كنزيد عليها مليحه رشاشة ديال زيت العود. لوبيون ديالي طاب، طلعت فيه الغلية مزيان. دابا غادي نجي هنا وغادي نصفيه كامل فهاد السليفة. معرفتش واش غتقدو ولا لا، صافي. طالك واحد الريحة يا سلام. إلا كان عندكم تا شنو سميتو العطرية ديال الحوت ولا ديال قشور الحوت، تا هي تقدو ديرو هاد الكروفيت. هذا أنا غادي نديرو في هاد القشور، هادي غنديرو في الإير فراير التقرية، ومن بعد كنطحنو وكنولي نستعملو في لي غوسيت. هانتوما الخضرة وجدات صافي، تا هي غادي نحيدها. شوفو هنا درت الكلام، درت الكروفيت القشور ديالو التقرية، أرا وجد فرمشة عين. سمع وجد فرمشة عين، فغيمون وجد فرمشة عين. أح غنتحرق. سمع باقيلو شوية دوك الريوس صافي وغادي نطحنو. بالنسبة للروز اللي غادي تستعملو في بايلا، تقدو تستعملو أي نوع ديال الروز كيعجبكم نتوما، غير داك الروز العادي ديالنا هذا راه ديال سيكالا ياك، ايوا كيتعطل في الطياب. انا كنستعمل هذا ديال بسماتي، راه ما غاليش هذا وبيو 100%. المهم هذا واقيلا نص كيلو ب 30 درهم، ما عرفتش هذه شحال فيها. فيها نص كيلو. هذه كناخذها من مرجان ماركت ب 30 درهم، نص كيلو ب 30 درهم. دابا غادي ندير لا كونتيتي اللي نتوما باغيين على حساب نتوما. انا ما كنقويش فيها حليتها حله خايبه، ما كنقويش فيها الروز، كيعجبني يجي فيها الخضره وداك الشيء هو اللي يجي كثير. غناخذ لا كونتيتي اللي انا باغه، غندير تقريبا واحد زليفه زلافه، وراه جو بونس بزاف. دابا غادي نجي في نفس المقله، ما كنغسلها ما حتى شي حاجه، غندير الروز ديالي، غنزيد عليه زيت الزيتون، زيت البلديه، بقى كنحرك فيه حتى يتقلى حتى تولي الحبه محمره. هانتوما الروز، ها هو التكريه، طلق الريحه ديالته، ولا بحال شي تشيبس. شوف ولاو شي حبات كاع
حمرين، شفتوا؟ دابا غادي نزيد عليه هاد مطيشه والبصله. غنزيد فيه سكينجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الهريسه، فلفله حمراء، والبزار، وبيان سور رشيشه ديال الملحه، الربيع بلا كونتيتي اللي بغيتو. صوص اولا غير شويه، انا ما كنقويش. هنا درت الزعفران مع شويه ديال المطايب فقط. صافي سي بون. عرفتوا الزعفران كيعطيها واحد البنه انكرويابل. دابا غادي نخلط هادشي كامل. تيتلبس ليا الروزات العطريه اللي درت فيه. البنات هنا عندي ديك الكروفيت من بعد ما سلقته ودرتو في الاير فراير تقريا طحنتو. فوالا دابا غادي نزيد منه واحد المعلقه كيبنن، عرفتو كيعطيها واحد البنه. يا سلام. نزيد الخضره حتى هي تلبس ليا ديك العطريه اللي درتها، تلبس ديك العطريه اللي درت. شوفوا من دابا باقي كاع ما طابش، ولكن كتبان التعليكه والريحه جو راكون با. نزيد داك الحوت كامل اللي وجدت، حيد شويه من الكالامر باش نزوق به شي كامل، باش العطريه تدخل ليا في كل شيء، في الحوت، في الدجاج، في الخضره، في كل شيء. انتما البنات خلطتها حتى كل شيء دخلت فيه العطريه. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، درنا غير شويه شويه من كل حاجه وجات عامره. عرفتوا راه طالقه واحد الريحه. يا سلام. شوفوا البنات طالقه واحد الريحه باينه، انا متاكده انها غتكون بنينه. شوفوا هذه راه باقا ما طيباش، باقي الروز عاد غادي نكملوا له الطياب. طالقه واحد الريحه، اللهم اني صائمه ولكن راه طالقه واحد الريحه. يا سلام يا سلام. دابا غادي ندوزو المونطيو البايله ديالتنا. جربوها جربوها بهذه الطريقه هذه، ما تفرجوش فيا غير باش تفرجوا، تفرجوا وجربوا لي غوسيت حيت فريمون كيكونوا ساهلين وكيكونوا بنان. اول حاجه المقله ديال سبايلا معروفه، كندير فيها قطيره ديال الزيت، ما كاينش اللي كيدير هذه القضيه هذه، هذه انا اللي كنديرها وكندهنها. هذه عندي انا راه خاصه غير بالحوت. فوالا كندهنها مزيان باش كيطلق ليا ديك الزويته حتى هي المذاق ديالها لتحت. دابا كناخذ هذا الشيء ديالي كامل، كنفرقوا هنا. شوفوا تبارك الله جات عامره، انا فريمون درت غير شويه شويه. كروفيت راه ما كاملاش 150 غرام. هنا الكالامار جبت نص كيلو، حيدت منه وحده كبيره وخليت ثلاثه قطعتهم. الصدر ديال الدجاج حتى هو غير شويه. حتى حاجه ما خاصها تضيع. نبدا بهادو، هاد العمالقه هادو، هذا الجامباس رويال، خليت شويه ديال الكالامار، فليفله حمراء وخضراء، وبيان سور غادي نديرو طرونش ديال السيترون. وملي تخرج نقدر نزيد فيها عاوتاني شويه ديال السيترون حيت هي كيبننها الحامض. كنت باغا ليمون ما لقيتهمش، مشيت قلبت عليهم في مرجان وعندهم مالين الحوت، وصيفطت عثمان الاسواق السلام ما لقيناهمش. صافي سي با غاف، ما كاينينش سي با غاف. هادو دهناهم بشويه ديال الزيت وشويه ديال الربيع. صافي سي بون. دابا غادي ندوزو لاهم مرحله، ناخذ هذاك المرق اللي وجدت انا وياكم، وكنسقي البايله ديالتي كامله.
خاصو يعمر عليها من الفوق، يكون الماء طالع. فوالا سي بون، غنغطيها باش دغيا توجد ليا. دابا غادي ندي الطايله ديالتي طيب، غادي نعطيها ما بين 25 دقيقه حتى نص ساعه. مره غنطلع عليها، بان ليا خاصها الماء غادي نزيدو فيه. الفران ضروري خاصو يكون شاعل قبل. يا بسم الله، ما بغاش نتحرق، محتاجه يديا. طيبي في سلام. هادو كنديرهم يتقريا وفي الاير فراير وكنطحنهم، كتولي عندك لا شابلوغ، ولا كنقطعهم وكنزوق بهم لا سلطة. دابا خديت هنا توست هذا، قطعته على هذا الشكل. هذا غادي ندير طارتيني ديال الصومون، وغادي نزيد عليه سوريمي. كيجي زوين، كيجي بنين وخفافين بحال هكا في الفطور. المهم غادي نطارتينيهم هكا. عفوا بنين، والمذاق ديالو ما مجهدش بزاف، فريمون بنين. غتلقاوه في مرجان، في كارفور، في مرجان ولا في اسواق السلام، ماشي في كارفور. صافي كل وحده ندير فيها جوج طريفات. دابا نزيد عليهم شويه ديال الحامض من الفوق. عليهم رشيشة ديال السيبولات، الهريسة فوق لافوكا، عرفتو مع السيترون كتجي واعرة، كيجي فيها واحد المذاق خطير. دابا اللي كيشوفهم كيقول واو، معرفت باش مصايب هادشي، الوغ كو ساهلين ودغيا دغيا تقدي تصايبيهم، واي واحد يقدر يوجدهم. فوالا شتو كيفاش جاو، كيجيو محدقين في الحطة. شوفو كيفاش جاو، اون ديغي ما عرفت اشنو فيهم. الوغ كو غي سوريمي و لافوكا و هدا الطارتيني ديال الصومون تقدو تغومبلاصيوه بديال الطون. متبقاوش تكومبليكيو لي شوز، ما عندكش هذا ما عندكش هذا، ديري هداك ديال الطون لي ديما كنوريه ليكم. ما عندكش ديري غي داك الفرماج ديال سطيلة ودهنيهم بحال هكا، وزوقيهم دي ترونش لافوكا اللي عندك في الدار، قديه كيجيو يا سلام. دابا غادي نمشيو نقادو الطبيله انا وياكم.
كنحطهم بالقشره ديالتهم، اللي بغى يقشرهم يقشرهم. انا كيعجبوني هكا باش حتى في الماكله كيجيو ساهلين، كتهزيها وكتشيري. بنينه دغيا دغيا كتوجد، كندير معاها لاصوص بيستو، الليمون، الخيار، الخس، طوماط سوريز وشويه ديال الكراك من الفوق، ها هي واجده. يا سلام يا سلام عليك يا بايله، عرفتي كيفاش جات؟ واعره طلقه واحد الريحه في الدار. عاوتاني الطبيله ديال اليوم فيها اللوينات كيف العاده، طلقه واحد الريحه. تستاهل ديروا ليها لايك، هادي تستاهل ديروا ليها لايك. وكيف العاده كنوصل لهاد ليطاب هادي كنقول لكم الطبيله ديالتي واش دات. اليوم الطبيله غير شكلي تاني، مش حتقدر تغمض عينيك. طارتيني صومون افوكا سوريمي، كيجي على هاد الشكل هذا، عرفتوا دورا كيجيو بنانين وخفافين. والبيله يا البنات عرفتوا كيفاش جات؟ دقتها حيت راه ادن، عرفتوا كيفاش جات؟ راه عثمان كيصلي. عرفتوا كيفاش جات البيله؟ جات واعره، جات معلكه معلكه معلكه، وجا الروز حبه على حبه، فريمون جات خطيره. هاد الطريقه هادي اللي كنصايبها بها راه كسهله وكتجي بنينه بنينه بنينه. وهادي لا سالاد ديال الدقيقه 90 اللي وجدت انا وياكم دغيا دغيا، المهم ضروري تكون اون سالاد في الطبيله. ايوا هادي هي الطبله ديال اليوم، هادي هي الطبيله ديال اليوم، عامره بالالوان، كلها غنيه بالفيتامينات، كلها صحيه. سينو كيف العاده كنوصل لهاد ليطاب هادي، شنو غنقول لكم؟ غنخليكم في امان الله ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساوش ليا لي لايك، قولوا لي كيف جاتكم الطبيله، وغادي نقول لكم بصحه فطوركم. موح عليكم، باي باي. شوفوا البنات شوفوا البايله الروز ديالها حبه على حبه، ما كيتعجن ما حتى شي حاجه، وكتجي رائعه. وانا ما زدت فيها لا صوص لا والو، ديك لاصوص اللي درت معاكم كفات وطابت مخيره.